فنان السوري المقيم في بلجيكا، وهو معانا في البث حاليا، الأستاذ فنان طارق مراد. عاشقا سواك
حيث شئت فلا البعاد يهد ريكا ولن يكوي الفؤاد جفاك. سر حيث طاب لك المقام بقبضه وقبضه لا تعشق سواك. أنا ما انتهيت ولا تفحم خافقي كلا ولا مات الهوى إلا ك. أنا ما انتهيت ولا تفحم خافقي كلا ولا مات الهوى إلا ك. أنا ما انتهيت ولا تفحم خافقي كلا ولا مات الهوى إلا ك. كلا ولا مات الهوى إلا ك. الله الله يا أستاذ طارق عليك. والله أستاذ طارق بيشاركنا زي ما قلت من بروكسل. أنا بس عايز أقول حاجة سريعة كده. الأستاذ طارق فنان سوري مقيم في بلجيكا وهو من مواليد المالكية ديريك التابعة لمحافظة الحسكة. عشق الفن طفلا متعلما أصوله بنفسه، وقد ساعده في هذا تحضره من عائلة كثير من أبنائها فنانون وزواقون الفن. وقد لمع نجمه وهو بعد في المرحلة الابتدائية من دراسته، وازداد لمعانا حينما تم تصنيفه مطربا من التلفزيون السوري من خلال حضوره المتميز في برنامج طريق النجوم. بدأ مشواره الفني مع فرق محلية في مدينة الملكية إلى أن قام بتأسيس فرقته الخاصة استطاع بها أن يتصدر المشهد الفني في معظم مناطق سوريا. والحقيقة الأستاذ طارق ترك بصمة واضحة في مجال الأغنية المحلية الجزراوية، حتى غدت بعض أغاني منها أشبه ما تكون فولكلورا. انتقل إلى تلحين الشعر فاخترع عدد من القصائد لكبار الشعراء والشاعرات من مختلف الأقطار العربية، لحن لنفسه طبعا. طبعا واضح انه لقى قبول كبير جدا عند السادة الافاضل رواد البس. احنا من اسكندرية بنحيي الفنان الكبير طارق مراد.